ينضم إلينا الآن الزميل ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك. أهلا بك ياسر، ويعني في البداية لو تطلعنا على تفاصيل هذا الخبر بشأن المقترح التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمه إلى الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. يعني بداية صباحك خير الشروق والسادة المشاهدين، بالفعل كما تفضلت به هو يعني بدايات لهذا المشروع. هذا المشروع هو ليس مفاجأة، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت بشكل كبير موقفها تجاه الحرب في غزة، وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا السياق أكثر من مرة، بل قام كما قالت بي بي سي بوصف نتنياهو في ثلاثة مواقف بأنه أحمق، هكذا قالت بي بي سي. أما بالنسبة لهذا المشروع، اليوم مجلس الأمن سوف يعقد جلسة تصويت لمشروع آخر، هذا المشروع من جانب الدولة العربية الوحيدة الجزائر، وهو تقريبا نفس البنود الأمريكية في المشروع الخاص بها، ولكن شروق الولايات المتحدة الأمريكية كما قالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس جرانفيلد قالت بأنها سوف تصوت باستخدام حق الفيتو ضد المشروع الجزائري الذي لا يختلف كثيرا عن هذا المشروع، ولكن تراه كما قالت جرينفيلد بأنه يعني سوف يضر كثيرا من المباحثات التي تتم بين الولايات المتحدة وقطر ومصر في صالح القضية. هذا المشروع الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إذا كنت مثلا تحاولي أن تتفهمي معي لماذا تريد وقف إطلاق النار وفي المقابل الجزائر تقدم وقف إطلاق النار، صيغة القرارين لابد أنهما مختلفين تماما. في النص الجزائري سوف تقوم بتجاهل أو عدم ذكر حماس، لكن في النص الأمريكي من المتوقع أن يكون هناك ذكر لحماس وأنها مدانة ومن هذا القبيل، وهذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية شروق تقوم باستخدام حق الفيتو مرتين منذ 7 أكتوبر. هذا المشروع أيضا يتبقى أن أقول أنه فقط مشروع، ولكنه لم يقدم للتصويت عليه اليوم، سوف يتم التصويت على المشروع الجزائري الذي تحدثت ليندا توماس جرينفيلد بأنه سوف تستخدم ضده، وسوف بطبيعة الحال تقول الأسباب. نعم. والتي ذكرتها أمام الصحفيين منذ أسبوع تقريبا. نعم ياسر، لو تسمح لي أن أنتقل معك إلى خبر آخر، وهو عن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، فيحذر من هجمات إلكترونية صينية تهدد البنية التحتية الأمريكية. ما هي تفاصيل هذا الخبر؟ شروق، في مؤتمر ميونخ للأمن يعني الأخير كان كريستوفر راي وهو مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تحدث بأن الصين وتقوم ب يعني محاولات للقرصنة على الشركات والبنية التحتية الإلكترونية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه القضية هي قضية كبيرة منذ يعني السنوات الأخيرة. نعم. تتحدث دائما وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية الصين في هذا الشأن، وسمى الرجل شركة قرصنة فولت تايفون. هذه الشركة قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد رصدتها وتحاول تدمير البنية التحتية، وحذرت الصين في هذا الشأن. وأيضا تتذكرين معي المنطاد الصيني للتجسس، هي قضية كبيرة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تأمين نفسها، وفرضت عقوبات على شركات صينية موجودة بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر قليلة في نفس السياق. نعم ياسر، أنتقل معك الآن إلى دونالد ترامب و موضوع تغريم دونالد ترامب 355 مليون دولار أمريكي من قاضي في نيويورك. ما هي يعني انطباعات الشارع الأمريكي، وهل سيقدم أو هل سيقدم على دفع هذا المبلغ دونالد ترامب أم سيتهرب؟ يعني بالنسبة للشق الأول لسؤالك، بالنسبة للشارع الأمريكي هو يؤمن تماما، أو الغالبية منه أكثر من 80% يقولون بأن هذه القضايا قضايا ملفقة من الرئيس جو بايدن، هذه واحدة، حتى أنه ذكرت نيويورك تايمز بأن سائقي الشاحنات
يرتبون لمسألة عدم نقل البضائع إلى ولاية نيويورك تضامنا مع دونالد ترامب. هناك سيناريوهات كثيرة لدفع هذا المبلغ، وهناك فرصة للاستئناف، ولكن الاستئناف عليه أن يدفع 10% من هذا المبلغ، حوالي 35 مليون دولار، ولكن هذا المبلغ لا يرد إذا كسب القضية أو خسرها، أو يدفع المبلغ كله علاوة على الضرائب، يدفع حوالي 125% من قيمة هذا المبلغ شروق، ثم يقوم بالاستئناف وتوضع في يعني خزينة المحكمة، ثم بعد ذلك يسترد المبلغ إذا ما قام بالفوز في هذه القضية أو يعني النتيجة جاءت لصالحه. ولكن بشكل عام الرجل يسير بشكل متقدم، هناك شعبية جارفة له. في اليوم التالي للمفارقة قام بالإعلان عن شركته الرياضية للأحذية الرياضية، وقام بالحديث أيضا مهاجما جو بايدن ومهاجم أيضا للمدعي العام. يعني قضايا كثيرة تنتظر الرجل، ولكن أيضا الجميع يتحدث بأنه هو الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ومن هذه النقطة سأنتقل معك إلى أبرز عناوين الصحف الأمريكية لديك. يعني هناك عناوين كثيرة، يعني من أهم العناوين هي مسألة ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال شروق على مسألة كيفية الانخفاض الكبير في إسرائيل، والانخفاض في الواردات والصادرات في الربع الأخير. هناك انخفاض كبير في مستوى الاقتصادي، حوالي 19.4% نتيجة الحرب. هناك كما تحدث يعني أمير يارون وهو محافظ المصرف المركزي الإسرائيلي بأن في نهاية عام أو في بداية عام 2025 سوف تكون تكلفة الحرب حوالي 220 مليار شيكل، أو حوالي أكثر من 58 مليار دولار أمريكي تكلفة لهذه الحرب. وهذا أيضا ما جعل أن التصنيف الإنمائي لإسرائيل قد انخفض من ترتيبه A1 إلى A2، وهذا أول انخفاض كبير منذ سنوات يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي. وهذا يبين كيف أن يعني الجانب الإسرائيلي يعيش معاناة، ولكنه يتعنت من خلال نتنياهو في هذا الشأن. أيضا كان هناك عنوان أو عناوين كثيرة تتحدث عن العلاقة، جاء في وول ستريت جورنال وواشنطن بوست ونيويورك بوست، جميعهم تحدثوا عن العلاقة المضطربة ما بين الرئيس جو بايدن ونظيره نتنياهو. وأيضا تحدث بايدن كثيرا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو السبب الوحيد في عدم اكتمال هذه الحرب أو توقيف هذه الحرب. ولكن أيضا تحدثت نيويورك تايمز بأنه تحدث بايدن في المكالمة الأخيرة بأنه يحاول إقناع نتنياهو بتوقيف هذه الحرب، ولكن هو يظل العقبة الكبيرة في هذا الشأن. يتبقى في الأخبار فقط حالة الطقس، والتي يعني شاهدنا عاصفة كبيرة وصلت كانت منذ سنتين لم تأتي على نيويورك وبنسلفانيا ونيو جيرسي وأيضا كناتيكت. كانت هذه العاصفة انتهت فقط منذ يوم تقريبا، ودرجات الحرارة الآن يعني تنخفض حوالي أكثر من 5 درجات. سوف تقوم بالانخفاض في اليومين القادمين، وتعود بالاستقرار في بداية الأسبوع القادم، واللي يعني تسجل أيضا انخفاضا كبيرا في الأسبوع القادم. أتمنى لك السلامة والأمان. أشكرك شكرا جزيلا زميلي ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من نيويورك. شكرا لك مرة أخرى.